مساء الخير، تحية لكل يلي عم بيتابعوا حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. حلقة جديدة منتابع فيها أخبار جديدة للطلاب حصلت بالساعات الأخيرة. ليزلي عقل التقت الطلاب بجلسة جديدة لتمارين النفس. كومو با؟ سافا؟ سافا تخيميا زعبير. هاي كل الأكاديمي ريحة بصر. رح نحلها. You're my endless love. هيك الصبي صوته تعبان وعم بيسألني عن صوته، وأنت عم تقطشنا تتخبرني عن حب حياتك ما بعرف إيه. هو أنت حب حياتك؟ لا مش أنا. مدام. بدي أشوف مروان شو بو صوته. أقول لك مغلط بحب حياته؟ أكيد مغلط. إذا مغلط أنا مش مغلط. مدام رسمي. ما تتخيلي شو. إيش يا بابا؟ إذا مش مغلط رح يندم بعدين لأنه ما في نفع. على الفاضي. لكن كله بيحكوا هيك أول شيء. كله بيحكوا هيك أول شيء. لا خليك بصر. خليك معي خليك معي خليك معي. بدل حقي بس مشان فينا نفكر بالأكل. فينا نفكر. بدنا نشتغل. وي رافائيل عندك شيء تقوله بعد؟ بدل حقي مش ما بدي أكثر بقى. بس كله هي ببلش ساعة أول شيء ببلش ساعة بالنفس ببلش ساعة بالنفس أول شيء بعدين بتصير مظبوطة. شو ليش؟ يلا تفضل. يلا. ميكرو إلك. The people sing, singing the song of angry men. It is the music of the world. Not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join the fight that will give you the right to be free. غني مع النوت خلي النوت تطلع انه انت اسمع النوت بعدين قولها okay. Do you hear the people sing ايه افتح على السينج okay. لانه بلش التعلى الراعي ده يلا Do you hear the people sing اوكي Singing a song of angry men Singing a song yeah. Singing a song of angry men. Okay, singing a song of angry men. Singing a song of angry men. Singing. سمعت المان؟ اوكي رايد معي يلا ميرسي اذا بتحفظوا وبتركزوا فينا نعمل اشياء جديده ارفوار الطلاب تفاجأوا عند وعيتهم الصبح بوجود شجرة كريسمس بالأكاديمية فكان لابد من أنهم يقوموا بتزيينها مان أنا عيدة أحلى شيء بالسنة بالسنة أحلى شيء بالسنة كله الدنيا لألبسانة هاي بدك تزينيها بفرح بس يعني هيك تحس بالروح هاي كل خبرية هي مش قصة شجرة قصة أنه فاميلي عائلة ما بالك انا ما زينت ولا شجرة بحياتي انا اول مرة اضبط شجرة انا كمان احلى شيء بالدنيا بعوض تعميه بكل السنة يلا عمري في حياتي ما عملت شجرة يعني ايه ميري كريسمس يعني مدام يعني ميلاد مجيد We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and Happy New Year Thank you.
لا 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 انا اللي عامله لا 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 بس كيف بدي امشي شوف شوف لا لسه بس يعني بتتظبط واو كان سربريز بس هيك انه ايه غريبه هالشجره لسه شجره موجود حلو ينعاد عليكم ان شاء الله بيكون زمن حلو ويحل السلام وجور ليه مش مفتحينه بعد ما خلصنا هلا لسه لسه لازم تفتحوا ال وان شاء الله ان شاء الله بيكون عيد مبارك على كل الناس وبحب السلام بالعرب العربي يا رب وبتطلب منكم اداء سلام لهالعالم باصواتكم الحلوه بريك اول بحلقتنا لليلي وبنرجع نحن وياكم لصف الغناء مع كارلا منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع صف جديد للغناء مع كارلا رميا. مين ياد هون رح نعمل فريق هون كمان نعمل فريق أوكي. رح ناخد دينا رافائيل عباس أنيس ورح ناخد هون هايدي مروان إيهاب مابل ناسين انت مع مين هون أربعة في خليهم معك بس ليش تدخل حطه هون خلي معك خلي ليش هون ضميك لأنه بيصير لنا طبقات ونص الأغاني يلا خليك معه تعال اوكي لا بدي مع مروان طيب يلا روح اوت اللي نحن بدنا نعمله بدنا نألف كلمات تقطيع ما هيك مدام تقطيع هيدا تقطيع ايه بدنا نألف نحن كلمات نحن نألفهم لعلنا من وحينا نحن من وحي الاكاديمي روح العيد بشان نحطهم بهالغنيه فنحن نألف هالغنيه على هيدا اللحن وعلى هيدا الوزن أوكي. وزن الدرعونا اوكي نسمي الوزن مدام في ايقاع هلا ليه عم نعمل هالتمرين شو الاوبجكتيف دائما انا بكون عندي هدف بالتمرين الهدف هو انه اذا شي مره نسيتوا كلمه بنقدر نعوض ايش تقدروا تدبروا حالكم بشي تما تكونوا ناسين يعني مثل وقتها يا زهره في خيالي وضعتها في خيالي انه شو حلو فؤادي وانا شو مثلا انا عم فكر بشي انا وياكم فينا نقول على دلعونا وعلى دلعونا بالأكاديمية جمعتونا طلعوا عشرة أوكي؟ هلأ كل حدا منكم كل فريق منكم بده يألف مقطع من العلا دلعونا عن شيء بيشبه هالموضوع انطلاء من جملة بالأكاديمية جمعتونا أو بهالأكاديمية جمعتونا لتطلع عشرة ورح نشوف مين الفريق رح يعمل أسرع ورح يربح بده تشغلوا الإبداع تبعكم شغلوا الكرياتيفيتي تبعكم بنقدر نطلع بجمع أربعة على بعض هلأ في شغلة بس تفصلكم إياها كمان
نحن قلنا مثلا دخلك يا امي الزعتر ما حروا رو وفرق حبيبي علي ما مروا يعني القافيه تبع الدو نفس الحرف تبع شو بيسمون القفل لحظه طبعا الشطر هن مثل بعضهم لشيل المحبس من ايدي وروا كمان الثالث مثلهم لبس الخواتم احسن ما يكون عم برجع سلم الدلعونة لان على دلعونة وعلى دلعونة تصور يا ابو الورا الغنيه سبعة يعني عرفتوا عاوز جيت من بلادي لغني وافرح وكل المقاسي ما إلها مطرح رقص واغاني اضواء ومسرح وبيبقى انو انتو تحبوا يلا على دلعونا وعلى دلعونا أحلى الأغاني من قلب الطيب أحلى الأماني ونسموه أنتو إخواني بنحبكم والله لو لك رهدو كمان مرة مشاهدينا رح نتوقف مع بريك ومنرجع من بعده لامتحان الأسبوع. حلقتنا لليلة من يوميات ستار أكاديمي بتتابع مع الامتحان الأسبوعي يلي بيخضعوا له الطلاب ويلي على أساسه بيتقرر مصيرهم. تانيوس is back! رجع تانيوس طلع من الحبس. He's very happy!
عرف انه الزيتوني بعد عيشه طلع فيها الشمس رجع على البيت و is very happy وتعلم انجليزي تعلم انجليزي بالحبس يا يا تعلم انجليزي بالحبس تانيوس رجعت لكم حبيت اطل بكاركتير تانيوس لانه بعد ما طلعت من ستار اكاديمي حسيت انه ليه اصداء كثير كبيره على صفحات السوشيال ميديا حبيت اطل بهذا الكاركتير وعدل فيه اشياء بسيطه وحاستغل هالفرصه كمان سمعكم غنيه من نوع ما غنيته بستار اكاديمي جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسينا سألونا تبقوا مين مين قدمنا نفسنا هيدي جرأة منه بهالمرحلة هيدي إنه يغني غنية مش مغنى مثلها من قبل عم بحاول يعني عم بحاول قبل ما يخلص البروغرام أو قبل ما هو يفل يعمل كل شيء ويجرب كل شيء وهيدي شغلة منيحة بهيك نوع غنانة بعد مش ثابت صوته بس إن شاء الله بالمستقبل إذا دايماً بياخد نوع هيك غناني بيصفي بيتحسن وبيتقدم بسرعة أحلى أصحاب في الدنيا وحشتوني كتير طبعاً بأول دكتورية بعد خروجي من ستار أكاديمي مبسوط جداً أن أنا بتكلم معاكو ومبسوط جداً أن أنتوا دعمتوني كل الفترة اللي فاتت دي أتحدى العالم كله وأنا ويا وبقول للدنيا بحلها ان انا هواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك احساس محمد اليوم بالايفال كتير حلو بفتكر كمان الاغنيه هو بحبها كتير وواضح هيدا الشيء وصل كل إحساسه فيها أنا بالنسبة لي صوته أحسن اللي عم ينتبه عليه كتير وبين هالجمعتين الفرق فيه هو اللي عم ينشغل كتير بصفوف مع محمد كان هو سيبار النفس يلي عم يستعمله وبين أنه مرتاح فيه أكتر وهذا الشيء ساعده ليثبت أفلاته هي هاي الغنية بدها أحساس ومحمد شاب كتير حساس أول شيء بدي أقول إنه فكرته كتير مهضومة إنه إيهاب إجا على القاهرة ووفي بوعده كتير كتير مهضومة الفكرة وذكية تيرافقه بالإضافة إلى كل شيء ذكي بكل شيء اليوم محمد كان ذكي هاي إزيكم عاملين إيه وحشتوني كتير 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 أنا دلوقتي وصلت مطار تونس راح المهرجان قرطاج يا رب أعجبكم ويا رب دايما كده في تقدم ليكم انا مبسوطه كتير قوي 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 ان انا رايحه المهرجان ده لانه اكبر مهرجان على مستوى الدول العربيه ما شافش الامل اه في عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد دينا كتير مغيره رنت صوتها فرقت 100% هي أول مرة بسمع هالرنة بصوت دينا إنه مهضومة كتير الفكرة عملت بروجكسيون مش بس إنه من بعد ما ظهرت من الأكاديمية يعني اعتبرت حالها ستار أوريدي يعني اعتبرت حالها نجمة ورايحة على كارتاج ومش غلط يعني مش هي حقها تحلم بس كان لازم تروح لآخر الحلم يعني تعيشه للآخر هاي أحلى فانز وتوحشكم بزاف وتوحش الجودة الأكاديمي وتوحشت الأساتذة كلهم واليوم كما وعدناكم عندي لكم مفاجأة ومفاجأة هي أخويا محمد عباس عندنا في المغرب أحلى فانز في الدنيا فعين واحد صبياني بغيت هود لي شاني كرمتي فوق منك مرتاح في العيشة بلاك وانت اللي بديتي الخصام انت اللي بديتي علنت الحرب عليا وانت اللي بغيتي حلو مرور إيهاب بهالإيفال حلوة المبادرة أنه عن جد اشتغل على غنية هو مؤلفها اللحن حلو الغنية هيك جويفل يعني ريتمها حلو التامبو تبعولها حلو بحب كيف كل مرة بيغني نوع معين أو لون معين بيحاول يدرس هالأغنية ويعطيها الكاركتير اللي بيلبق له هيدا شغلة ما منشوفها عند كل التلاميذ هو بيشدد على هذا الموضوع والدليل أنه كل ما بيغني نوع معين عم نشوفه
بلون جديد بصوته، عم شوف بطريقة جديدة بالأداء، أكيد مع أنه يحافظ على هويته الأساسية بصوته الأساسي. هاي جايز، أول شيء بدي أشكركم so much على support وعلى الدعم وعلى كل شيء وعلى الجمل والمسجز الكتير حلوين وعلى الأسئلة اللي كتير بتطرحوا لي هون، فقررت بهالفيديو جاوب على كم سؤال وإن شاء الله خير. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears and I could hold you for a million years to make you feel my love. فكرة إنه جاي ترد على أسئلة ذكية، منيحة الفكرة، ولكن نرجع لقصة إنه الجواب. أنا أحلى غنية غنيتها هي We Will Rock You لأنه حسيت إنه كل شيء عملته منيح. طب ما هي We Will Rock You كانت غنية أول برايم، معقولة ما تفكر إنه قديش هالغنية مهمة لإلها لأنه أول مرة بتغني ببرايم؟ يعني بنرجع على طريقة التفكير الولدية. مشكلتها المبال هي بدينتها، يعني ما بتقدر مظبوط تلقط الطبقة كل الوقت، ما عندها بعد هيدا يعني ما قدرت تصير ناضجة بسماعها وبالتقاطها لكل شيء تقدر فعلا هي تسمعنا شيء حلو. آخر بريك مشاهدينا بحلقة الليلة، خليكن معنا لأنه من بعدها منعرف مين الطلاب بدائرة الخطر مع درة. نرجع ليوميات ستار أكاديمي ومننتقل لدرة يلي وحدة بتعرف بهاللحظات مين هن الطلاب النومينيز لهالأسبوع. قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول، واللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول. الليلة مش رح تاكلوا عنب، الليلة رح تدوقوا الخل. ما حدا بيوصل لعند درة وما حدا بيطل الليدي إلا إذا هي سمحت الليلة لح اسمح لاثنين يتفضلوا يوصلوا لعند درة. أنا درة من برجي العالي وصوتي العالي، مرحبا يا حلوين. أنا درة مين قدي كل أسبوع ببرج. الأسبوع الماضي كنت ببرج الياباني. والليلة كمان مرة من العالي فوق فوق فوق. مين الليلة رح يطلع صوبي؟ شو يا مروان؟ يا حلوين شعرك داري خاف عليك لا تنسي، مش عارفه كلام، طولي شعري كرمالك. ما كنت عرفتك هالقد رومانسي، يخرب ذوقك وين كنت مخبى؟ بس ما في نصيب بيني وبينك، حكيين فيي من زمان ما بقى يطول تيجي يخدني لعنده. انا الحلوه، انا اللي رح داري شعري الليلة وما رح داري مشاعركن أبداً. هايدي خبروني إنه في صداقة عم تكبر يوم بعد يوم بالأكاديمية. أنا ما بحب التجمعات ولا بحب الصداقات، والليلة رح تشوفي شي ما بيعجبك. شو يا رفيال؟ ولك شو مسوى؟ ولك شو مسوى؟ ما بي اتركك وحدك غير ما تولعها. بدك تجرب تطلع لعندي أو نترك المهمة لزميلك محمد عباس. شو يا محمد؟ كنت فرحان أنت ودينا بحضور والدتكم بالأكاديمية،
أكلت أكل طيب من إيديهم؟ أوي الليلة أنا عزمتك أنت ودينا لعندي، عندي هون بالقصر. شكرا. سيراس وملوخية وبشانيل. شو يا دينا؟ نعم. الليلة أنا كتير فرحانة لأنه اثنين منكم ما بيخطروا عبال حدا، رح يسهروا أحلى سهرة مع درة. الليالي رجعتني تاني حب قلبي من جديد، بعد غيبة جالي رح نداني خلى عمري كله عيد. كنت فين يا شاغلني هواك، كنت فين يا ياللي قلبك معايا. حلو صوتي ما هيك؟ نسيم وإيهاب اتفضل. إذا قلت لكم إنه واحد منكم رح يشرفني الليلة بترك لكم الخيار. مين بتختاروا؟ أنا. يلا اختاروا. أنا. نسيم مبسوط بالشجرة؟ اي والله رح علقك بالمقلوب عليا الليلة. إيهاب فينا نكون بي اف اف انا وياك. بي اف اف بيست فريند فور ايفر. هيا الله يلمعك بوزي القدام. حنان كيف كانت باريس؟ اتسليتي؟ كثير. سألوكي بباريس عني؟ لا. سألوكي إذا بتعرفيني، أنا كتير مشهورة بباريس. كانت إديت بياف صديقتي. نوغيان دوغيان. شو يا مبل؟ بغني فرنسي منيح؟ أكيد منيح. فيك تقولي لا؟ والله لجيبك لعندي الليلة وغني أنا وأنت كل الليل. أنيس شو عامل؟ انقلاب؟ دبابة على المسرح؟ مفكر تعمل انقلاب على حكم درة؟ انت وحنان مش عاجبيني ابدا، عم تكسري السيارة. انتو اتنين صار لازمكم تأديب وقصاص، عم تعلموا بعيد الطلاب على الشغب. ما بعرف شو لازم اعمل بس لازم اتخلص منكم. يلا مين قولكم الليلة ما رح ينام؟ مين رح يصير يفكر من هلأ لسهرة الجمعة؟ رح يصوتولي؟ ما رح يصوتولي. رح يصوتولي؟ ما رح يصوتولي. رح يصوتولي؟ ما رح يصوتولي. مبان قولك انت. إيهاب ما تكون انت يا تقبغني. قولك شابين ام صبيتين؟ شابين ام شاب وصبية؟ شاب وصبية. خلص يلا اول نومني لليلة هايدي. لا لا انيس مبيل رفايل ابدا بس حنان دينا. يا شو حلوة اساميكم. اول مرة بنتبه. يلا خلص بلا مزح اول نومني لليلة انيس. تاني نوميني ليلي اللي بيعرف بيربح معنا رحله كامله بالمصاريف. One way ticket. One way ticket. One way ticket وزمون. تاني نوميني ليلي مبل. البلكون العالي عيني عليكم واحد واحد، ما حدا فوق راسه خيمة، كلكم فوق راسكم درة. الغلطة هلأ بتكلف غالي، واللبيب من الإشارة يفهمه. حبيبي لبيب أنا بموت فيه أصلاً، ناطرته أنا. Good luck للطلاب، وتذكروا مشاهدينا أنه واحد كون بترجعوا واحد منهم. خلونا نشوف كيف صوتوا الأساتذة. النومينيه بالنسبة لألي هالأسبوع هن مابيل وأنيس. النومينيه بالنسبة لألي هالأسبوع هن مابيل أنيس. النومينيه بالنسبة لألي هيدا الأسبوع
أنيس ومابيل. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد البرايم والإيفال هن مابيل وحنان. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن مابيل وأنيس. كثفوا تصويتكم للطلاب لأنه صوتكم بيعمل فرق كبير. حلقتنا انتهت، أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. مشاهدينا باي باي. مروان Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!